ولاد بلادي وراكم اخويا وراكم وراكم بعدي جزاتي نخرج غدو عندي فواياج نرجع نلقى داري كيما هكا دوري كلش. زارت المؤثرة الجزائرية المعروفة روفيا العنابية في فيديو جديد ليها وهي في حالة صدمة وانهيار تام بسبب تعرضها للسرقة وتمت سرقة كل ممتلكاتها من أموال ومجوهرات وكل ما تملك في شقتها في العاصمة الفرنسية باريس وده بعد تعرض شقتها للاقتحام من قبل بعض اللصوص اللي كسروا باب الشقة ودخلوا سرقوا كل ما تملك من ذهب وفلوس كل حاجة خدوها. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو اللي ظهرت فيه روفيا العنابية وطلب رواد مواقع التواصل بضرورة القبض على اللصوص في أقرب وقت ممكن علشان الحوادث اللي زي دي ما تتكررش مرة تانية. وحاليا الشرطة الفرنسية تجري البحث عن اللصوص اللي اقتحموا البيت من أجل إعادة الممتلكات لصاحبتها روفيا اللي في حالة انهيار تام من بعد الحادث. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.